بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة اتش بي ليزر جت بلاك، مجرد ما نطلع عليها السلف تيست بيج، طبعا 5 ثواني على الطابعة، تطلع لنا الورقة بالطريقة هذه 1320. طابعة تطلع الورقة بالطريقة هذه، اذا نلاحظ الورقة شلون مطوي ومثني. اوكي، هذه شكل الورقة. طبعا هذه بالخبرة الصحيح، هذه السالفة ما بقدر عليها إلا الفيوزر. لو شفنا الفيوزر بالخلف موجود في الطابعة هذه، طبعا هذا الفيوزر موجود في خلف الطابعة، إذا بنلاحظ جزء كبير منه هذا الشيت اللي موجود عليه، يكون نلاحظ إنها إيش مقطوعة. أوكي، ومنتفة، وهاي بعض القطع منها تخرج من الطابعة. طبعا الفيوزر زي ما بنلاحظ مكون من رولتين، الورق دائما بمر من هذا المكان. هذا الفيوزر، هذا مثال آخر. طبعا الفيوزر الهدف منه تثبيت الحبر على الورق، يعني الحبر يكون باودر. اوكي، بقوم بتثبيته على الورق، سواء في طبعة الليزر موجود هو الفيوزر في طبعة الليزر البلاك او طبعة الليزر الملون. زي ما احنا شايفين، طبعا درجة حرارة الفيوزر تصل الى اكثر من 200 درجة مئوية، لذلك الطابعات اللي فيها الفيوزر بيجي علوي، نفس هذا الطابعة الصغيرة الفيوزر بيجي فيها في الاعلى، احيانا بيظهر منها دخان، وخاصة اذا الورق كان رطب، بكون بالغالب أمر طبيعي، يعني لأن الفيوزر موجود في أعلى الطابعة فقط. طبعا الفيوزر ممكن يتلف بعد في الطابعة القديمة البلاك زي هذه الطابعة، أحيانا ممكن يتلف بعد 100,000 ورقة، أو يوصل أحيانا بعض الطابعات شفت له 150,000 ورقة حتى بدأ يتلف الفيوزر. للأسف بعض الطابعات الحديثة من البراذر على سبيل المثال شفت بالملون الفيوزر تلف بعد 5,000 ورقة بدل 150,000 ورقة في الطابعات القديمة، فرق كبير جدا إذا منلاحظ. يعني مثلا هي طابعة براذر HL3150 ملونة. أوكي، إذا منلاحظ الفيوزر تلفه، منلاحظ هذه النتوءات اللي بالورق بسبب تلف الفيوزر. طبعا الفيوزر إذا منلاحظ طابعة يمكن فقط 10,000 ورقة، واحيانا حصلت بعضهم 5,000 ورقة وخرب الفيوزر في هذا الموديل من الطابعات. وانا خليت سامبل هذه، لحم الخلف مبين النتوءات بشكل اكثر. هذا شلون النتوءات بتصير في الورقة بسبب تلف الفيوزر. عندي مثال اخر، هاي طابعة اخرى، اذا بنلاحظ الفيوزر لما يتلف كأنه يعني أودية، بتصير برضو هذه بسبب الفيوزر. أوكي، طبعا من علامات تلف الفيوزر كمان أنه ممكن الحبر ما يثبت على الورقة بشكل سليم، ما يثبت على الورقة بشكل سليم. طبعا الحبر قبل ما يصل للفيوزر، يعني هذه الورقة وقفت في وسط الفيوزر، هذه المنطقة إذا بنلاحظ ثابتة، وهذه المنطقة مو ثابتة من الحبر، نلاحظ بسهولة تنمسح. هاي الفرق، انه قبل الحبر ما يدخل الى، او الورقة قبل ما تدخل الفيوزر شلون بكون وضع الحبر. احيانا عملية تبديل الفيوزر مثل هذه الطابعة نوعا ما صعب، وفي طابعات اخرى بكون تبديل الفيوزر سهل. يعني هاي مثلا طابعة ملونة، تبديل الفيوزر سهل جدا فيها، عبارة عن لوك فقط، وهذا عبارة عن ايش، ديفيوزر. اوكي، بكون عملية تبديله سهلة لو تلف. طبعا مع ملاحظة انه احيانا تبديل الفيوزر بكون غير مجدي بسبب ارتفاع ثمنه احيانا، او الطابعة هذه قديمة نوعا ما. اوكي، اذا بدلنا الفيوزر ممكن الطابعة بحاجة لاكثر من حاجة للتبديل، او ممكن ما نحصل الفيوزر نهائيا الها، فبتكون العملية غير مجدية. نشتري طابعة جديدة أحيانا بتكون أفضل. تقريبا هذه يعني الملاحظات اللي حبيت أوصل لكم إياها عن الفيوزر، وظيفته، وكم بطبع،
شو شكل الورق اللي ممكن ينتجه إذا كان في مشكلة؟ وين موجود الفيوزر؟ في طبعة الليزر الملونة والأسود فقط. هاي كل ما في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.